ماشي جميل. طلب يذكر أنه ذو صفات حميدة وخلق وأصدقاء قليل، يعني هو اللي ما يخالطش ياسر الناس، أصدقاء قليل يأكدوا لنا هذا الشيء. الطالب تأخر عن الرد، ما ردش على العائلة تاعو لأن جاء عمه قدام أمام الإقامة يبحث عليه ويوري الصورة تاعو للمقيمين. عرفوا بعض الأولاد وأخبر مسؤول الأمن بالإقامة، توجه مباشرة عمه ومسؤول الأمن بالإقامة وبعض الطلبة إلى الغرفة تاعو، حيث قرعوا الباب من دون أي استجابة. اضطروا أنهم يكسروا باب الغرفة ويجدوا جثة المرحوم.